السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا ست الحاج. جمعي وإن كان مشكوك فيه يعني الموضوع ده. ليه بس كده يا ست الحاج؟ ده أنا مسلمة زيكم وبقول لا إله إلا الله. محمد رسول الله. المهم العمل مش الكلام. ليه لا سمح الله؟ أنت شفتي مني حاجة وحشة؟ بصراحة بقى كلك على بعض كده مش عجباني. ليه بس؟ لأنك مش مناسبة ابني خالص، مش بتاعتنا خالص. هو أنت لسه عرفتيني؟ الجواب بيبان من عنوانه. هستنى إيه من واحدة بنت تاجر مخدرات غير كل شر؟ كتر خيرك. وخيرك يا حبيبتي، أرجوكي بقى بلاش المسكنة والكهن ده. الله يسامحك. ويسامحك أنت كمان. يا سلام، أميرة قوي. يا رب، أنا عارفة بس بيجونا المصايب دول منين؟